في العيادة يقول لك والله أنا تشخص بمشكلة غضروف هلالي بس بسبب ألم. 6 أنواع في الغضروف الهلالي، هقول لكم على كم نوع بسيط. عندنا نوع اللونجتينال اللي هو المقطوع بالطول، خلينا نقول هذا الغضروف مقطوع من الداخل من جوا كده بهذا الشكل. في النوع الثاني اللي يجيك من مقطوع من الخارج على الداخل، هذا يسموه ترانسفيرس من جوا. وفي النوع اللي هو أكثر شيء يسبب مشاكل اللي هو يكون مقطوع بس إيش يسبب، يخرج على برا فتحصل الغضروف زي كده طالع، يعني نفس الغضروف الهلال يقوم طالع على برا. هذا النوع اللي هو يسموه الباكيت هاندل ممكن يسبب تكفيله في الركبه، فتحس اللي يقول لك اللوكينج ني، احس لما اجي امشي ركبتي تتعلق. هذا النوع اللي هو ايش نبغى نشيل همه، نفكر وقتها في خيار العمليه ممكن يكون موجود. لكن اما الخيارات الثانيه اللي هي وات ايفر النوع حقها، فرصه العمليه فيها جدا ضئيله بناء على الدراسات الاخيره اللي نزلت. مو اي الم يجي في الركبه اول شيء سببه غضروف. في اوصاف نسمعها، اكثر وصف نسمعه نشك انه والله في... سامع ده صوت، هذا يقول لك عشان بيحط كل يوم الساعه 6 منبه عشان يحجز موعد عندي. يا رجل جوال حين